هنا محافظة أبيان جنوب اليمن بعد أسابيع من سيطرة مسلحي أنصار الشريعة المشتبه بارتباطهم بتنظيم القاعدة على أجزاء واسعة منها. كاميرا بي بي سي تعبر من هنا إلى منطقة شقرة حيث عشائر الفضل. طارق الفضل شيخ الفضل الجهادي السابق في أفغانستان والرفيق المفترض لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن يقول لبي بي سي إن أنصار الشريعة قادمون لفرض أحكام الشريعة الإسلامية في اليمن وسائر بلاد الله على حد قوله. سقطت أبيان وأصبحت الآن تحت حكم أنصار الشريعة، ومنها الآن بدأوا يتوسعوا ويتواجدوا في عدة محافظات، وربما هم الآن موجودين في كل مدينة وفي كل بلدة وفي كل قرية يمنية. فأقرأ الواقع أن الشريعة أنصار الشريعة قادمون لا محالة. الفضل اتهم الجيش اليمني بتأزيم الوضع في محافظة أبيان ووصف مقاتلي المقاومة الشعبية المتحالفين مع الجيش بالمرتزقة. واعتبر الفضلي الرئيس عبد رب منصور هادي ورئيس وزرائه محمد سالم باسندوة المتحدرين من جنوب اليمن بأنهما ممن يريد فرض الوحدة على شعب الجنوب بالقوة. نفس الأدوات التي استخدمت في حرب 94، عبد رب منصور وزير الدفاع وقائد القوات ضد الجنوب، وباسندوة كان هذاك الأيام وزير الخارجية، هو اليوم باسندوة رئيس الوزراء وعبد رب منصور الجنرال العسكري هو رئيس الدولة. في الوقت نفسه أثنى الفضلي على الرئيس السابق علي عبد الله صالح واعتبره أحد كبار دهاة العرب على حد قوله. هو داهية من دهاة العرب التاريخيين، وهو داهية زمانه، استطاع أن يلتف وأن يضحك على دقون دول عظمى وكبرى ودول خليجية عظيمة مثل السعودية. استطاع علي عبد الله صالح أن يضحك عليهم ويضحك على دقونهم. وكان الفضل الذي ارتبط بعلاقة نسب سابقة مع الجنرال المنشق علي محسن الأحمر قال في تصريحات سابقة لبي بي سي إنه رفض عرضا من صالح لتولي منصب محافظ أبيان أثناء الانتفاضة الشعبية العام الماضي، واتهم صالح حينها بسحب بعض وحدات الجيش من مواقعها لتسهيل سيطرة القاعدة عليها كما قال. تصريحات الفضل تعكس تعقيدات الوضع في اليمن خصوصا في جنوب البلاد، حيث تتبدل التحالفات وتختلط أوراق الصراع وتكاد تتداخل معها مطالب الحراك الطامح للانفصال مع سعي القاعدة وحلفائها لفرض ما يصفونه بأحكام الشريعة، ومع طموح بعض التيارات الشعبية إلى إعادة بناء الواقع اليمني على أسس جديدة.